متابعي بنكري في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وجوله جديده تاتيكم الثلاثاء من اسواق المال والطاقه والشركات حول العالم. والبدايه بالعناوين: توقعات صادمه من صندوق النقد الدولي لافريقيا بسبب تصاعد التوترات. اول تحرك من بايدن بعد تحذير وزيره الخزانه بشان سقف الديون. التضخم الاساسي باوروبا يتباطا في ابريل لاول مره في 10 اشهر. المركزي الأسترالي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة. انتهت العناوين وإلى التفاصيل. بانكير نبض البنوك. حذر صندوق النقد الدولي من أن أفريقيا قد تعاني من ضربة اقتصادية ذات أثر دائم إذا أدت التوترات إلى تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتل تجارية تتعارض مع بعضها البعض، كتلة تلتف حول الولايات المتحدة والأخرى حول الصين. وأضاف الصندوق أن تصاعد التوترات الجيوسياسية سيزيد من معاناة الدول من ارتفاع أسعار الواردات أو حتى أن تفقد هذه الدول الوصول إلى أسواق تصدير رئيسية، وهو ما قد ينعكس على حوالي نصف قيمة التجارة الدولية في المنطقة. وهتشير التقديرات إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يمكن أن تشهد انخفاضاً بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي بعد مرور 10 سنوات في ظل صورة متشددة من حالة الاستقطاب الثنائية هذه. وبحسب الصندوق يمكن لأوضاع هذه الدول أن تزداد سوءاً إذ تأثرت تدفقات رأس المال إليها، مما قد يلحق ضرراً دائماً بالتنمية الاقتصادية طويلة الأجل. فتقرير صندوق النقد قدر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة يمكن أن ينخفض مما يصل إلى 10 مليار دولار. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة الأربعة الأبرز في الكونغرس للمشاركة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بعدما حذرت وزارة الخزانة من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو. ودفع هذا بايدن إلى الدعوة لعقد اجتماع مع قادة من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن في 9 مايو. وقالت وزيرة الخزانة جانت يالن في رسالة للكونغرس أنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات الحكومة الأمريكية في أوائل يونيو وربما في الأول من يونيو إذ لم يتحرك الكونغرس. ودعا بايدن للاجتماع كل من كيفن وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفرز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر والزعيم الجمهوري ميتشن ماكونيل. تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بشكل طفيف إلى 5.6% في إبريل من 5.7% في مارس، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها منذ 10 أشهر، كما ارتفع التضخم للمرة الأولى في 6 أشهر خلال إبريل، مما يعطي مزيدا من المبررات لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل. وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يورستات الثلاثاء بأن إجمالي الزيادة في الأسعار بدل منطقة اليورو العشرين ارتفع إلى حوالي 7% في إبريل من 6.9% في مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آرائهم. وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في توقعات سابقة الأسبوع الماضي إلى أن التضخم في المنطقة لن يقترب من الهدف حتى عام 2025. في خطوة مفاجئة قرر البنك المركزي الأسترالي رفع معدلات الفائدة لأعلى مستوى في 11 عام مخالفا التوقعات في أن يبقيها ثابتة بعد أن أظهرت أرقام التضخم الأخيرة علامات على التباطؤ. وأعلن بنك الاحتياط الأسترالي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة للأساس إلى 3.85%، متخلفا عن خطأ العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا عدم حدوث تغيير. وأظهرت الأرقام الصادرة في أواخر إبريل أن مؤشر أسعار المستهلكين التضخم قد تباطأ إلى 7% من 7.8% في ديسمبر الماضي، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ ما بين 2 إلى 3%. وبكده تكون خلصت نشرتنا، كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.